أحد أشهر العلماء وأكثرهم ذكاءً. ظهور الهاتف المحمول كان بفضل اختراعه الشريحة التي جعلت الهواتف تستغني عن الأسلاك، لكن اختراعه المذهل كان البطاقة الذكية التي أحدثت ثورة في عالم البنوك والاتصالات. إنه الفرنسي المصري الأصل والمولد رولان مورينو بحبوب. ولد مورينو في العاصمة المصرية القاهرة لأبوين يهوديين مصريين في 11 من يونيو 1945. كان اسمه الأخير بحبوب، لكن العائلة غيرت لقبها إلى مورينو عندما انتقلت إلى فرنسا. كان مورينو يهوى عالم الإلكترونيات، فأسس شركة إينوفاترون في عام 1972 وكان مديرها التنفيذي. وبعد أيام تحل الذكرى السنوية لتسجيل براءة اختراع البطاقة الذكية باسم مورينو، التي كانت في 25 من مارس عام 1974، وباتت تخدم كل الناس حول العالم، وبفضلها أصبح من الممكن لأي إنسان سحب ما يريد من أموال من البنوك. عن عمر ناهز 66 عاماً توفي مورينو في العاصمة الفرنسية باريس بعد حياة حافلة في مجال الاختراعات الإلكترونية، سجل خلالها باسمه 45 براءة اختراع. لإثبات عبقريته النادرة رصد مورينو عام 2000 جائزة قدرها 1,000,000 فرنك فرنسي لمن يستطيع التحايل على البطاقة الذكية التي يصنعها، وبالفعل فشلت جميع المحاولات في اختراق هذه البطاقة أو التحايل عليها. أطلق عليه الفرنسيون لقب بيل غيتس فرنسا، لأن ما قدمه للبشرية بفضل اختراعه البطاقة الذكية لا يقل عما قدمه بيل غيتس من خلال شركة مايكروسوفت المتخصصة في برمجيات أجهزة الكمبيوتر.